السلام عليكم ورحمة الله، اليوم إن شاء الله رح نبدأ بالوحدة السابعة عشرة بعنوان الوقت للصف الرابع الأساسي، رح يكون أول درس حساب الفترات الزمنية، لكن في البداية حابة نذكركم بأهمية الوقت للوقت اهميه كبيره في حياتنا وكلنا يعلم مدى اهميته في تنظيم امور جميع الحياه حيث من خلال الوقت بامكاننا معرفه اوقات الصلاه مواعيد النوم مواعيد الطبيب ومواعيد الدوام وغيرها الكثير بهمني إنه نعرف وحدات قياس الوقت منها السنة شهر أسبوع يوم ساعة دقيقة والثانية. هناك علاقة تربط جميع وحدات قياس الوقت في بعضها البعض. آه وكما تعلمون أن السنة تتكون من 12 شهرا. والشهر فيه 30 يوما. وبعض الأشهر فيها 31 يوما. الأسبوع فيه سبعة أيام واليوم فيه أربعة وعشرون ساعة أما الساعة ففيها ستون دقيقة والدقيقة فيها ستون ثانية وأيضا وحدة الثانية. الآن لدينا سؤال المراجعة السريعة ضع وحدة قياس الوقت المناسبة. يقاس عمر الإنسان بالسنوات، نعم بالسنوات. تقاس الفصول الأربعة بالأشهر. يقاس زمن الحصة الصفية بالدقائق. ولدينا السؤال كم يوما في اربعه اسابيع؟ كما تعلمنا سابقا انه عند التحويل بين وحدات القياس المختلفه من وحده كبيره لوحده صغيره فاننا نستخدم الضرب والعكس نستخدم القسمه. نريد التحويل من اسابيع الى ايام فاننا نضرب الاربعه بما ان الاسبوع فيه سبعه ايام نضرب الاربعه اسابيع في سبعة بيكون الناتج ثمانية وعشرون يوما كم أسبوعا في خمسة وثلاثين يوما كم أسبوعا في خمسة وثلاثين يوما هنا العملية عكسية نريد التحويل من أيام إلى أسابيع من خلال قسمة خمسة وثلاثين على سبعة لأن الأسبوع فيه سبعة أيام خمسة وثلاثين تقسيم سبعة راح يكون عندنا خمسة أسابيع والآن كم سنة في 24 شهرا أيضا هنا العملية عكسية من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة نستخدم عملية القسمة وبما أنه السنة فيها 12 شهر نقسم 24 على 12 فيكون الناتج 2 سنة أي سنتين إذا ال 24 شهر عبارة عن سنتين راح أعرفكم على أجزاء الساعة من خلال الرسم الآتي من خلال الرسم الآتي كما تلاحظون أن الساعة مقسمة من واحد إلى اثنى عشر فيها اثنى عشر جزء كل جزء يمثل رقم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداش اتناش بين كل رقم ورقم في عنا تدريجات صغيرة هاي التدريجات عبارة عن دقائق بين كل رقم ورقم في عنا خمسة دقائق الواحد مثلا تمثل خمسة واحد في خمسة خمسة تنين في خمسة عشرة تلات في خمسة خمستعش. أربعة في خمسة عشرين

عشر وربع، ماذا نقصد بربع الساعة؟ الآن قمت بتقسيم الساعة إلى أربع أجزاء متساوية، هنا ربع، وهنا أيضاً ربع، وهنا ربع، وهنا ربع، كل قطعة من هذه القطع المقسمة تمثل ربعاً، جزءاً من الساعة، لنرى كم دقيقة في الربع، نحسب من هنا خمسة دقائق، عشرة دقائق، خمسة عشرة دقيقة. هذا الربع يمثل خمسة عشر دقيقة لننظر للربع الثاني. لننظر إلى الربع الثاني كم دقيقة أيضا خمسة دقائق، عشرة دقائق، خمسة عشر دقيقة، وكذلك بقية الأجزاء فأربعة في خمسة عشر يعطينا ستون دقيقة. إذن ربع الساعة ربع. الساعة يساوي خمسة عشر دقيقة أما ثلث الساعة أما ثلث الساعة كما تشاهدون في الرسم الآتي قمنا بتقسيم الساعة إلى ثلاثة أجزاء متساوية نبدأ بالعد خمسة دقائق عشر دقائق 15 دقيقة، وعند الرقم 24 دقيقة، وكذلك الثلث الثاني، خمسة دقائق، عشرة دقائق، خمسة عشر دقيقة، عشرون دقيقة، وهكذا في الثلث الثالث، إذا ثلث الدق... ثلث الساعة عفوا، ثلث الساعة يساوي عشرون دقيقة. أما نصف الساعة أما نصف الساعة كما تشاهدون نصف الساعة ماذا يساوي؟ كم دقيقة في نصف الساعة؟ لاحظوا معي خمسة دقائق عشرة دقائق خمسة عشر دقيقة عشرون دقيقة خمسة وعشرون دقيقة عند الرقم ستة بتكون تلاتين دقيقة وهي ما تمثل نصف الساعة أو بإمكاننا أن نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة عندما نصل للرقم ستة نضرب في خمسة ستة في خمسة يكون الناتج ثلاثين وهو ما يمثل نصف الساعة ثلاثون دقيق دقيقة تساوي نصف الساعة لنأتي الآن إلى حساب الفترات الزمنية هناك أكثر من طريقة راح نحل السؤال أو المثال الأول بأكثر من طريقة والطريقة التي تستسهلونها وترتاحون لها بإمكانكم تطبيقها أنا لا أقيدكم بطريقة معينة توجه موظف إلى مكان عمله الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا فوصله الساعة الثامنة وخمسة دقائق صباحا ما الفترة الزمنية التي استغرقتها رحلته؟ الآن نريد تحديد زمن البدء أو زمن الانطلاق زمن انطلاق الموظف إلى عمله زمن الانطلاق هذا من المعطيات في الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة صباحا أما زمن الوصول كان في الساعة الثامنة وخمسة دقائق صباحا أيضا الآن نريد حساب الفترة الزمنية التي استغرقتها رحلة هذا الموظف هناك أكثر من طريقة كما ذكرت أول طريقة هي طريقة التجسير من خلال الإكمال إلى ستين دقيقة إكمال الدقائق إلى ستين دقيقة نلاحظ الخط الذي قمت برسمه أضع عليه بداية زمن انطلاق الموظف زمن انطلاق الموظف إلى عمله انطلق في الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة الآن أريد إكمال الخمس وثلاثين دقيقة للستين دقيقة أحتاج إلى خمس وعشرين دقيقة بهذا الشكل خمس وعشرين دقيقة لنكمل الساعه التي تلي الساعه السابعه وخمس وثلاثين دقيقه هي الساعه الثامنه تماما زمن وصوله كان في الساعه الثامنه وخمس دقائق اذا نحتاج الان الى خمسه دقائق اخرى لنصل لزمن وصول هذا الموظف نضيف ايضا خمسه دقائق هنا قمنا بتجزئة الدقائق من خلال الإكمال إلى 60 دقيقة، الآن نجمع الدقائق التي قمنا بتجزئتها 25 زائد 5 يساوي 30 دقيقة، وهذا هو الزمن الذي استغرقه الرجل أو الموظف عفواً في رحلته، الزمن الذي استغرقه الموظف في رحلته. هناك طريقة اسمها طريقة الفواصل الزمنية، طريقة الفواصل هي لا تختلف كثيرا عن طريقة التجسير، لكن نستخدم تجزئة الدقائق بين زمن الانطلاق وزمن الوصول بشكل أكبر، يعني نجزئ على مراحل أكثر من مراحل التجسير. نبدأ من هنا زمن الانطلاق أيضا السابعة و35 دقيقة أريد أنا تجزئة الدقائق لمضاعفات العدد خمسة أضيف على الدقائق خمسة دقائق أيضا أخرى فتصبح الساعة السابعة وأربعون دقيقة أضيف الآن عشرة دقائق فتكون الساعة السابعة وخمسون دقيقة أضيف لإكمال الساعة ايضا عشر دقائق فتكون الساعة الثامنة تماما نحتاج لخمسة دقائق اخرى لنصل لزمن الوصول وهو الزمن الذي وصل فيه الموظف لمكان عمله اذا في الخطوة الاولى اضفنا خمس دقائق في الخطوة الثانية أضفنا عشر دقائق في الخطوة الثالثة أضفنا عشر دقائق أيضا وفي الخطوة الرابعة أضفنا خمسة دقائق الآن نجمع الدقائق التي تم تجزئتها خمس دقائق زائد 10 دقائق زائد 10 دقائق زائد خمسة دقائق فيكون المجموع ثلاثون دقيقة أيضا إذا استغرق الموظف في رحلته 30 دقيقة. هناك طريقة أخرى أنا أراها الأسهل اللي هي بنستخدم الطريقة العمودية. دقيقة بنحطها على اليمين، نرتب ترتيبا عموديا للساعات، الدقيقة على اليمين والساعه على اليسار. حتى نعرف الفترة الزمنية التي استغرقتها رحلة هذا الموظف، نقول زمن الوصول اللي هي تمانية وخمسة دقائق ناقص زمن الانطلاق سبعة وخمسة وثلاثون دقيقة أي أننا لمعرفة الفترة الزمنية المستغرقة حتى يصل هذا الرجل إلى عمله أو هذا الموظف إلى عمله نطرح زمن الانطلاق إذا عفوا زمن الوصول ناقص زمن الانطلاق. لا نستطيع طرح 35 دقيقة من خمسة دقائق. الآن نريد الاستلاف من الساعات، نستلف ساعة كاملة، تصبح الثمانية سبعة ونستلف منها ساعة كاملة، لا نستطيع جمع الدقائق مع الساعات. نحول الساعة التي تم استلافها إلى دقائق ستون دقيقة أي أننا نجمع الخمسة دقائق مع الستين دقيقة فتصبح المسألة كالآتي بعد الاستلاف سبعة وخمسة وستون دقيقة ناقص سبعة وخمسة وثلاثون دقيقة الآن نطرح خمسة ناقص خمسة صفر نبدأ من اليمين 6-3 3 7-7 -3 0 اذا 30 دقيقة الزمن الذي استغرقه هذا الموظف في رحلته نلاحظ في الثلاثة الطرق أننا حصلنا على الناتج 30 دقيقة هنا 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة أين المثال إذا كانت الساعة الآن السادسة وخمسة عشر دقيقة فماذا سيكون الوقت بعد عشرين دقيقة آه، هذه المسألة سوف أقوم بحلها باستخدام الفواصل الزمنية آه، نرسم خط باستخدام المسطرة أضع أولا الساعة الآن هي السادسة وخمسة عشر دقيقة أقوم بإضافة عشرين دقيقة على الزمن الآن وهو السادسة وخمسة عشر دقيقة، لكن أقوم بتجزئة العشرين دقيقة على مراحل، أضيف أولاً خمسة دقائق، فتصبح الساعة السادسة وعشرون دقيقة، الآن أضيف على السادسة وعشرين دقيقة أضيف على عشرين دقيقة عشرة دقائق فتصبح الساعة السادسة وثلاثون دقيقة أي السادسة والنصف يتبقى من العشرين دقيقة خمسة دقائق أقوم بإضافتها لتصبح الساعة السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة إذا بعد عشرين دقيقة ستصبح الساعة السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة ستصبح الساعة بعد عشرين دقيقة بعد عشرين دقيقة الآن لدينا المثال، احسب الفترة الزمنية التي استغرقها طالب في أداء واجبه البيتي إذا بدأ في الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً، وانتهى في الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة مساءً. هو بدأ في الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً، وانتهى في الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة. الآن أحدد من المعطيات زمن. البدء وهو الخامسة وعشرة دقائق أحدد زمن الانتهاء في الساعة الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة مساء الآن لنحسب الفترة الزمنية أي الزمن المستغرق في أداء الواجب البيتي نقول زمن الانتهاء ناقص زمن البدء نرتب عموديا نرتب عموديا الدقائق على اليمين والساعات على اليسار خمسة و55 وخمس دقيقة ناقص خمسة وعشرة دقائق نطرح من اليمين خمسة ناقص صفر خمسة خمسة ناقص واحد أربعة أي خمسة وخمسين دقيقة ناقص عشرة دقائق يكون الناتج 45 خمس دقيقة خمسة ناقص خمسة صفر إذن 45 دقيقة الزمن الذي استغرقه الطالب في حل واجباته الان اريد تذكيركم بنظام ال وعشرين ساعه ونظام 12 ساعه قد تتساءلون ماذا نعني بنظام ال24 ساعه وماذا نعني بنظام 12 ساعه نظام ال24 ساعه بيعد على الترتيب حتى يكمل 24 ساعة وينقضي اليوم كاملا عندما تدق الساعة الرابعة والعشرون تكون الساعة الثانية عشرة منتصف الليل الساعة الواحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وهكذا حتى نكمل العد للساعة الرابعة وعشرين بينما نظام 12 ساعة نبدأ بالعد من الواحدة صباحا وعندما نصل إلى الثانية عشر ظهرا نبدأ بالعد من جديد نقول الواحدة بعد الظهر، الثانية بعد الظهر وهكذا، لكن الواحدة بعد الظهر في نظام الأربع وعشرين ساعة ماذا تساوي؟ نضيف 12 للواحد، يعني واحد زائد 12 تكون الساعة الثالثة عشرة بنظام الـ وعشرين ساعة. أي أن الساعة الواحدة بعد الظهر تساوي الساعة 13 الساعة الثانية بعد الظهر عبارة عن 2 زائد 12 التي تمثل منتصف الساعة اللي هي 12 ظهرا 2 زائد 12 بما أنها بعد الظهر تصبح الساعة 14 في نظام ال 24 ساعة الثالثة بعد الظهر 3 زائد 12 تصبح الساعة في نظام ال 24 ساعة اي 15، الساعة 15 بتوقيت او عفوا بنظام ال 24 ساعة يساوي الثالثة بعد الظهر. لدينا المثال انطلقت حافلة سياحية من عمان الحادية عشرة والنصف قبل الظهر. انطلقت حافلة سياحية من عمان الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر متجهة إلى مدينة العقبة، فإذا وصلتها في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد الظهر وصلتها في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد الظهر فكم استغرقت هذه الرحلة لدينا حافلة أي مركبة سيارة انطلقت الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر اتجهت لمدينة العقبة وصلت مدينة العقبة في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد الظهر المطلوب هو كم استغرقت هذه الرحله علينا ان نحدد زمن الانطلاق وهو الساعه الحاديه عشره والنصف قبل الظهر وزمن الوصول الساعه الثالثه وعشرون دقيقة بعد الظهر. حتى نعرف كم استغرقت هاي الرحلة رح نستخدم القاعدة يعني الزمن المستغرق في هذه الرحلة يساوي زمن الوصول ناقص زمن الانطلاق. نقول نرتب عموديًا دقيقة، ساعة، نضع زمن الوصول اللي هو الساعة الثالثة وعشرون دقيقة، طبعًا بعد الظهر، ناقص إحداش عشر وثلاثون دقيقة. من خلال المسألة وهذا الترتيب العمودي لا نستطيع طرح 30 دقيقه من 20 دقيقه من 20 دقيقه ولا نستطيع الطرح 11 ساعه من 3 ساعات نحول الان بنظام ال24 ساعه نحول ال23 دقيقه بعد الظهر لنظام ال24 ساعه نقول 3 زائد 12 تصبح 15 اي ان الساعه 23 دقيقه تصبح 15 و20 دقيقه نعيد الكتابه بطريقه النظام 24 ساعه 15 و 20 دقيقه ناقص 11 و 30 دقيقه الآن كما تلاحظون لا نستطيع طرح 30 دقيقة من 20 دقيقة نستلف ساعة كاملة من ال15 تصبح ال15-14 والساعة الكاملة تمثل الساعة الكاملة تمثل 60 دقيقة أي نضيف 20 زائد 60 تصبح المسألة بهذا الشكل نكملها بهذا الشكل عندما استلفنا من 15 ساعة كاملة الساعة الكاملة فيها 60 دقيقة نجمعها مع 20 دقيقة بصير عندي 80 دقيقة وال15 ساعة بتصير 14 ساعة لأنه استلفنا منها 60 دقيقة اللي هي ساعة كاملة وبنحط هون 11 نكمل المسألة تماماً 11 ونص تصبح المساله 14 80 دقيقه ناقص 11 و 30 دقيقه نطرح 80 دقيقه ناقص 30 دقيقه بهذا الشكل 4 ناقص 1 3 و 1 ناقص 1 0 3 ساعات و 50 دقيقه الزمن المستغرق في هذه الرحله اذا ثلاث ساعات وخمسون دقيقة الزمن المستغرق في هذه الرحلة الآن رح اعطيكم واجب بيتي هو سؤال خارجي بتمنى من الجميع انه يحلوا حتى تختبروا حالكم وتجربوا انكم تحلوا بايدكم في عنا السؤال احسب الفترة الزمنية التي قضاها شخص في العمل التطوعي اذا بدأ في الساعة الثامنة والربع اي الثامنة وخمسة عشر دقيقة صباحا وانتهى في الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة مساء لدينا ايضا واجب بيتي من كتاب التمارين تحدي واحد صفحة خمسين تحدي تنين فرع واحد زائد فرع تنين صفحة واحد وخمسين بتمنى من الجميع يكون استفاد ويتابعنا ويكون كتير من تب... نكون كتير منتبهين وبتمنى كمان انه نعمل ساعة كرتونية حتى نتدرب ونتعلم على قراءة الساعة شكرا لكم جميعا والى لقاء اخر ان شاء الله يعطيكم الف عافية